مفيش حاجة في الدنيا ممكن تحرك قلبك وتحسسك ان انت يعني عايز تعمل حاجة قد الفن. في حب وفي سلام. اكتر حاجة شدتني في الفكرة، اول حاجة طبعا ان هي فكرة غير تقليدية. I admire the goal and the vision in this project. من اوله هو تحدي. بقالي 3 سنين انا وتيم كبير قوي من الناس بنشتغل عليه. انا مقتنع ان دي من الافكار اللي هي هتعيش. الشيخ زايد اماراتي وبيتكرم في مصر، يبقى لازم يتكرم بطريقتنا. اقل ما يجب ان احنا نعمله ان يتعمل له نصب تذكاري بالصوره دي. فكره ان هو يبقى فيه سكالبتشر بتتحرك باشكال اورجانيك، ما مش حاجه اتعملت قبل كده في اي حته. موسيقى، التصميم، العماره، النحت، كل انواع الفن. The idea is like a dream and the challenge is in making it become a reality.